تمام. احنا برضو القوات المسلحة، وزي ما ذكرنا في المقدمة بنذكر مرة أخرى أن جريدة الشروق بتقول القوات المسلحة نعية مبارك، ننعي أبناء من ابنا من أبنائنا، واحدا من قادة حرب أكتوبر. ممكن يكون معانا البيان نشوفه مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده طبعا كان بيان القوات المسلحة المصرية اللي بتنعي فيه أحد أهم الحقيقة أبطالها في العصر الحديث، أهم بطل من أبطال حرب أكتوبر، أهم حرب تعتبر في العصر الحديث في مصر، فبتنعي أحد أبطال القوات المسلحة ورجالها. نقول بقى الفريق أول، نقول القائد السابق محمد حسني مبارك. الكلام يعني ما فيش تعليق طبعا اكتر من ده، وفاء يعني طبيعي، صحيح، وفاء نادر. مهما نتكلم مش ينفع، يعني كلنا متاثرين بهذا الامر يعني. وفي نفس الوقت يعني شوف، كل اجهزه الدوله بتنعي، كل اجهزه الدوله بتسمن دوره، بتسمن تاريخه. الرئاسة نعت، القوات المسلحة طبعا نعت ابن من أبنائها، عندك كمان الأزهر بيعرب عن تعزي، مفتي الجمهورية بينعي الرئيس الأسبق، الكنيسة تنعي مبارك طبعا. فدول هم بيمثلوا الكل، البرلمان الدولة كلها طبعا، البرلمان نفس القصة يعني طبعا، البرلمان المصري طبعا، ورئاسة الوزراء. احنا لسه حتى يبقى معانا رئاسة الوزراء، وفي استفتاء رائع جدا انت على مستوى الصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي كله. انا يعني ما كنتش متوقع ان رغم حالة الجدل اللي قبل 2011 او اثناءها، لكن لما كل ده بيصطف حوالين هذا الامر، لا حتى الناس المعترضه ممكن لا يتعدى 1%، يعني ما قليلين يعني ما يعني انا حتى استغربت، وانا ممكن يعني مش عارف اقول لا يعني، مش بس لاقي. لا بس يعني حتى المفروض يعني ان ثوره 25 يناير كان ليها قائد اللي هو وائل غنيم، وائتلاف، حتى وائل غنيم طالع بيتكلم على مبارك الرجل الذي حمى مصر وارض مصر، صح. فانا يعني صعب ان في وقت من الاوقات تلاقي كل العقل الجمعي لكل المصريين ماشي في اتجاه واحد يعني. برضو ده دليل اخر على ان شعبك شعب متحضر، حتى لو حد اختلف معاه في بعض الامور، لكن في النهايه خلاص ده في تقييم لتاريخ كامل، في تقييم لانجازات كامله، في تقييم لامور كثيره جدا جدا حصلت على ارض الواقع، اذا كان على مستوى الحرب، على مستوى السلام، على مستوى المشروعات، على مستوى الامن والامان الاجتماعي اللي كان في مصر في هذا التوقيت الكبير او الطويل بمعنى صح. فيعني انت لو شفت المشروعات، شفت الانجازات، شفت حضرتك الدور في حرب اكتوبر، دور غير طبيعي يعني. في حاجات احنا ما بنختلفش عليها كلها، يمكن لما نيجي نتكلم عن السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه هنختلف انا وحضرتك ونقول لك لا كان ليه وكان عليه وبتاع، لكن مثلا احنا بنتكلم على دوره في حرب اكتوبر، لا كان ليه بصمه اكيد واضحه، وكان احد اهم القاده في الحرب.